اخيرا لقيت واحد يقول ان غازي صريح، لاحظته من زمان ما يجامل. تحس انها سلبيه فيك ولا ما هي ابدا؟ صراحه مش سلبيه، الصراحه ما عمرها كانت سلبيه، صح؟ ابدا، بس بعض الاحيان تكون الصراحه وقاحه. انت بريدك عشان ما يجي ضحكنا. عادي، يطلع مستشفى. انت تبغى زي كذا؟ ايوه، اعطني صبعك. طيب يا حبيبي، طيب صراحه تفرق لما تجي بصاله تصارع مثلا بشيء، لكن زي ما قلت انك تقول انها وقاحه. بعض الصراحه تكون وقاحه، يعني فيها سلبي، فيها وفيها ايجابي، بس الاغلب انها تكون طيب ايجابيه. طيب اوكي، بسالك سؤال يا فيصل، ايش اسمك؟ غازي. ما تحس ان بعض الصراحه تخسرك اصدقاء وصحبه وناس تعزك؟ ممكن اذا فهموا المفهوم غلط. اذا كان مفهومها غلط الصراحه هذه، اوكي. لكن بعض الاوقات ترى الصراحه موجعه. مثل انا ما اصارح مثلا مصارحات تكون تجريحيه، مثلا انت والله فيك وفيك 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 وفيك، لا ما اقول زي كذا. طيب اعلمك من النهايه يا غازي، في ناس من المشاهدين امس وفي ناس من المتابعين، عشان كذا نبغى نوه عليك في الحاجه هذه، ان الناس فهمت غلط. ايش؟ فهمت كانك يعني حاسد للشخص اللي مثلا بيطلع بكره. ابدا، يوم ايش اسمه؟ مع عبد الله. انا اعرف اللي في بالك، اعرف اللي في بالك. خالد، وقد قلتها هنا عند خالد، قلتها خالد ترى مو بحسد، حتى لو طلعت هنا، حتى لو طلع غازي ذيابي ايا كان من الشباب، بتكلم في الموضوع هذا، لان هذا اقتراح. انا اشوف ان هذا الشيء ممكن اقدر اطالب فيه، فهمت؟ لان انا اشوف اني طلعت انا 6 مرات في المطبخ وما يعني تكلمت، بس بشوف ليه فلان يطلع اكثر مني وليه فلان وليه فلان. طلع الاسبوع اللي راح طلع مرتين وما تكلمت، عادي، فهمت؟ بس انا اتكلم مثلا بما ان القرعه جديده، صار الموضوع جديد، وطلع شخص محمد العامر الله يستر عليه، فممكن اذا تكلمت ممكن انه يتغير النظام، ممكن انه يتغير الخط. شخص. انا قاعد اقول لك حتى لو رجعت علي انا، حتى نفس الحكايه، كيف لو وقفنا غيرنا حترجع؟ غازي الطيب، لا غازي الذيابي، لا نفس الحكايه. 19 نفر انتم، ترجع عليكم نفسكم. ما فهمت 19 نفر انه يطلع مرتين؟ اي نعم، نفر. حتى لو انا اطلع مرتين اقول لك بس بتكلم. غازي يرحم امك، انتم 19 نفر في الاسبوع، طلع معي 20 نفر في الاسبوع. حلو، طيب هي ترجع يا غازي يا خالد يا فيصل، نفس الحكايه. اوكي غازي، بسالكم سؤال. واحد مثلا بكره تعب وما هو موجود معنا في المطبخ، واخذنا القرعه وطلعت مثلا، انت تقول لا ما بطلع لاني طلعت هذه المره. تعب ايش؟ تكلمت معهم، تعب يا فيصل، بكره عندك مطبخ. اوكي، انا بجي بطبخ له نفسه، بس انا بطبخ. وقفت على المطبخ نص ساعه، قلت عادي انا بعدين اطلع اليوم واخذ فلوس، وبكره عندي مطبخ واطلع واخذ فلوس. ابو علي، هي لعبه كذا يا قلبي. بخلود اول شيء، هذه رساله ابو علي، دقيقه بس، هذه رساله لكل ابو علي. خلي ابو علي دقيقه، هذه رساله لكل شخص يعتقد ان غازي حسد خالد او لا. لا لا لا، دقيقه لا، من خالد اللي تعرف غازي ترى ما تقول كلام. خلونا نكمل كلام. ايش قصد غازي؟ اول شيء غازي يعني الان يمكن راح تقريبا نص البرنامج ما عمري شفته، يا ربي لك الحمد، حسد واحد من اخوياه او انه نعرف الشيء هذا، نوضح. هذا واحد، هو يمكن عنده وجهه نظر غازي في الموضوع، يعني هذا راي الغازي واحنا نحترمه. وصلت وجهه نظره، هو وصل فكرته، قال انه انا اشوف انه المفروض انه الشخص ياخذ القيمه كامله. تشوف انها على صح ولا على غلط؟ انا اشوف، لا انها، انا اشوف انه الكلام اللي سويته انتم هو الصح. هو الصح انه تسحب قرعه، وهذا رايي وجهه نظري، ربي يسعدك، وهذه وجهه نظر الغازي.